أرسى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ركائز التنمية المستدامة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من تاريخ دولة الإمارات. ومن خلال جائزة زايد لطاقة المستقبل نحن نكرم إرثه العظيم. منذ انطلاقتها في عام 2008 استطاع الفائزون بالجائزة تحسين حياة أكثر من 150 مليون نسمة عبر تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز انتشار حلول الطاقة وتوفير المياه الصالحة للشرب. وتكرم هذه الجائزة السنوية البالغة قيمتها 4 ملايين دولار الجهود العالمية لابتكار حلول مميزة في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة ضمن 5 فئات: الشركات الكبيرة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المنظمات غير الربحية، أفضل إنجاز للأفراد، وفئة المدارس الثانوية. ندعو المبتكرين في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة للمشاركة. قدم طلبك الآن عبر الموقع الإلكتروني.